السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. في الفيديو ديال اليوم نشارك معكم وصفه ديال حلوه تركيه سهله وبسيطه، وكتوجد بزربه وبمكونات متواجدين في كل دار. قبل ما ندوزو نتعرفوا على المقادير ديال الحلوه ديالنا اليوم، الا كنت اول مره كتشوفي القناه ديالي كنتمنى تشتركي وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. ندوزو نتعرفوا على المقادير. اول حاجه غنبداو بها في الوصفه ديالنا وهي تحضير السيرو او الشربات. غنحتاجو ليه 300 مليلتر ديال الماء عادي، اللي هو كاس ديال العنب عامر والكاس الثاني قل ربع. من بعد نحتاجو 360 غرام ديال السكر سنيده، جوج كيسان ديال العنبه، من بعد نزيدو عليهم دوائر ديال الحامض ونخليو الخليط ديالنا حتى يبدا يغلي. نخليوه على بوطه مهيله حتى يبدا يغلي. من بعد الغليان غادي نحسبوا ليه تقريبا من 3 دقائق حتى 4 دقائق ونحيدوهم فوق البوطه. من بعد ما غلى السيرو ديالنا غادي نحيدو ونديرو في اناء ديال الزاج باش يبرد، باش نخليه جانبا حتى يبرد مزيان. ولتحضير العجينه نحتاجو 120 غرام ديال الدقيق، 150 غرام ديال سميده رقيقه، غنحتاجو واحد خميره الحلويات وواحد سكر فاني، وغنحتاجو 90 مليلتر ديال الزيت، 120 غرام ديال اليوغورت طبيعي او لا كأس قل ربع، وغنحتاجو 90 مليلتر ديال الماء عادي. نخلطو المكونات الجافة مع بعضياتهم. نبداو اول حاجة بالسميدة، من بعد الدقيق المغربل، قبصة ديال الملح، كيس ديال خميرة الحلويات ديال 8 غرام، سكر فاني. نخلطو المكونات الجافة مزيان، من بعد نزيدو الياغورت الطبيعي، عندي كاس قل ربع ديال العنبه، والمقادير مضبوطين بالغرام او لا بالكاس ديال العنبه، غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. من بعد نزيد الزيت، واخر حاجه نزيد الماء. نحاول نخلط المكونات مزيان، الخليط ديال الحلوه ديالنا كيجي شويه ثقيل، القوام ديالو كيبان لكم في الصوره. من بعد نحتاجو جيب حلواني نكب فيه الخليط، ومن بعد غادي نحتاجو المقله نديرو فيها زيت المائده اللي تكون سخونه مزيان، يعني حتى تسخن مزيان عاد نبداو نقليو الحلوه ديالنا. كيف كيبان لكم الشكل، كنحاول نديرها على شكل حاله زوني او على شكل وريضه بحال هكا. والزيت ما خصهاش تكون كثيره بزاف، ما خصهاش تجي كامله غارقه في الزيت.
في حال هذا الشكل هذا كنحاول نديروها على شكل دائري، على شكل حلزوني. والزيت كنكونوا مسخنينها من قبل مزيان، من بعد فاش كنبداو نقليو في الحلوه ديالنا كنهبطوا النار على الدرجه متوسطه باش ما يتحرقوش لينا. انا كنحاول نقطعها بالموس باش ما باش يجيني الشكل ديالها مزيان. نفحال هكا وغنستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل الكمية كاملة اللي عندي. هنا من بعد ما قلبت الحلوى على جوج جوايه وتحمرات بشكل اللي مزيان، غادي نحيد السيرو اللي كيكون بارد مزيان. الحلوى كتكون باقا سخونه والسيرو تيكون برد مزيان ضروري. غنحيد منهم طريفات ديال الحامض ومن بعد غنحاول غنبدا نحط الحلوى وهي سخونه في السيرو باش يتشرب مزيان. وهنا غنكمل الكميه كامله اللي قليت الاولى، غادي نحطها كلها في السيرو ونحاول نحطها ونحاول نخوي من فوقها السيرو وواحد شويه ونعاود نقلبها على الجهه الاخرى على ما نقلي الكميه اللي باقا ليا ديال الحلو. فاش تقرب تكمل غادي نحيد الاولى من السيرو، نحيدها ومن بعد نزيد الثانيه. هنا من بعد ما كتكون الحلوه ديالنا شربت مزيان السيرو كنحيدوها من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي غادي نحطهم في الطبسيل ديال التقديم وغادي نزينهم. هنا التزيين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب اي حاجه متوفره عندك تقدري تزيني بها أو لا تقدري تحتفظي بها غير هكا بلا ما تزينيها غير الشكل وصافي. انا كندير من فوقهم شويه ديال السيرو اللي كان بقى، نحاول ندير من فوقهم غير شويه. من بعد انا اختاريت غنزينهم بالقرقع مهرمش والكوك، تقدري تزيني باي حاجه بغيتي، بكاوكاو، باللوز، بالبيستاش، اي حاجه كتفضليها تقدري تزيني بها ولا اي حاجه متوفره عندك في الدار تقدري تزيني بها.
وهذه هي النتيجة ديال الوصفة ديالنا اليوم. أنا نحاول نقسم معكم وحدة تشوفوا كتجي من الداخل كتجي شاربة سيرو مزيان وكتجي مقرملة من برا، وفي نفس الوقت كتجي طرية وبنينة بزاف وبمقادير اللي بساط، ما فيهاش مقادير كتار ولا مقادير معقدة، مقادير اللي ساهلين وبساط متواجدين في كل دار. كنتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. وهنايا انا درت مقادير قلال، يا الله عطاوني هاد يعني هاد التبصيل هذا. الا بغيتو يعني الا بغيتو كميه كثيره تقدروا تضاعفوا المقادير. وكيف قلت لكم نخلي لكم مقادير مضبوطين بالجرام وبالكيس في صندوق الوصف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف على قلوبكم والوصفه ديالنا تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتردوا لي ارائكم في التعاليق. وهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على المشاهده ونتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله. سلامه.